على هذه التلال والجبال الوعرة يكابد رجال الجيش والمقاومة معركة الوصول إلى صنعاء. لن تكون المهمة سهلة ولا بالعسيرة أيضا، لكنها مرهونة بتكامل عناصر الحسم عسكريا وسياسيا. هنا في نهم المترامية والشاهقة والشاقة تضاريسها، اختارت قوات الشرعية معركتها الكاسرة مع الانقلابيين، وهي المعركة التي أصبحت توصف بأنها أم المعارك، لأن السيطرة الكاملة على هذه المنطقة تعني الكثير في معادلة السيطرة على الجغرافيا. نحو 9 أشهر من المواجهات نجحت خلالها قوات الجيش والمقاومة من الوصول إلى أهم المواقع الاستراتيجية فيها، بينما لا تزال عملية التأمين مستمرة، خاصة بعد أن حالت الميليشيا كافة مناطق نهم بطرقها الرئيسة وقراها وأراضيها الزراعية إلى حقول ألغام. تظهر الصور الوافدة من مسرح المعركة لحظة فرار الميليشيا على وقع ضربات الجيش الوطني والمقاومة، وهو مشهد لا يقتصر عن كونه دلالة انسحاب أو تراجع في صفوف الميليشيا، بل شاهدا حيا على أن زمن نهايتها يوشك على الأفول. يبقى فقط سد نوافذ الوسطاء المحمولين على أكتاف الدبلوماسية والسماح لسواعد هؤلاء باستكمال المهمة. أجواء القتال ولحظات السكون إلى المتاريس لا تتيح للفتيان المقاتلين فرصة تذكر أغاني الحب، لكنها تدفعهم لقرض الزامل. هي إذن حماسة المقاتل وهو يتذكر حجم وثقل المهمة على ساعديه، بينما تنتظره أشواق التائقين للخلاص من ميليشيا ابتلعت الدولة وأحالت البلد إلى أشلاء.